لكن انا اللي عايز اقوله دلوقتي ان احنا التعاقد مع موسيماني ليه ابعاد اخرى. عايزين نرجع النادي الاهلي لعهده. هو احنا واخدين بطوله الدوري، ولكن خلي بالكم عايز اقول لكم حاجه، كل المدربين او معظم المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي خدوا بطولات الدوري مع النادي الاهلي. احنا دلوقتي املنا في بطوله افريقيا، صح، عندك الطموح، صح، اللعيبه عندها الاصرار ان شاء الله، صح، الراجل مستر موسيماني عنده الاصرار وعنده التحدي، صح، ولكن يبقى التوفيق وعدم التوفيق. فانا ما احملش اقول هو انا جايب الراجل النهارده عشان يجيب لي بطوله كمان اسبوعين، ما اقولش كده. وبعدين انا عايز اقول حاجه كمان، لو المغردين دولت هنمشي وراهم، لا خلي بالك يبقى احنا مش ورا النادي الاهلي. لا، الاهلاويه مش كده، الاهلاويه بيمشوا ورا الاداره بتاعتهم وبيمشوا ورا القرارات الصحيحه بتاعتها من وجهه نظر الاداره في النادي الاهلي دلوقتي، ان الراجل دوت هو المناسب للتوقيت دوت.